طلع النبي. تعالى هنا يلا. ايوه ست سناء، هاتي جنيه اجيب سكلات. 10 سكلات. 10 جنيه؟ بس عايزك تخش تبخر لي المعرض. طب حلو، ايه عايزه رجل الزبون ترجع تدب زي زمان. حاضر يا ست سناء. يا واد بعد كده ما اسمهاش ست سناء، اسمها المعلمه سناء. معلمه سناء، معلمه الشارع كله، معلمه الشارع عبد العزيز كله. ايوه الله يا هادي. خش يا واد، هادي الزباين الناحيه دي. منسوب شغل الرجاله ولا شغل النسوان؟ ايه الشغل الاعلاني اللي انت عاملاه ده يا سناء؟ اتعود، ده من هنا كل يوم الصبح على كده. واذا تعبان قوي ودانك الصيدليه اهي، كيس قطن نسد ترتاح. سلام. بخر يا واد. صلي على النبي، اللي يحب النبي يصلي عليه. صباحنا وصباح الملك لله. بدك تاكلهم؟ لا يا حبيبتي، انا عاوز اكل محشي. عيوني سوي لك كل شيء، كل بدك اياه. لا انا عايز صوابعك تلفها لي واكلها زي المحشي. شوف الباب من مخبط. السلام عليكم. اهلا اهلا يا فراس، اتفضل اتفضل. الله الله، ايه الكرم ده كله يا عم؟ مش ولو ممكن يا معلمي، ما في شيء من واجبك. مش بعاد يا راجل ابدا، اتفضل. يا مرمر اخوك جه. ايه فراس؟ اهلا ميلا. اشتقت لك. والله انا اشتقت لك كثير. لك وينك يا روحي؟ والله بهالشغل الشغل شو بدنا نساوي؟ شلونك معلمي؟ مالي مصدق انك جيت. الله يسلمك. كل كل كل. والله مشتاق لك كثير يا مرمورة قلبي. لا 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 لا، مرمورة قلبي ايه؟ مرمر دي بتاعتي انا، اللوجو بتاعي مكتوبة باسمي في الشهر العقاري. مالك ايه فاكرية ها؟ ما تقولش يا مرمر، مرمر في حتة تانية يا حبيبي. بالسيف الباضي وابوها بقى كشرابي، خداها 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 بالسيف الماضي وابوها بقى كشرابي، خداها خداها. أنبومة كل ده تأخير، جايب لي الأنبومة على آخر النهار. احضرك ربنا انت اللي لقيتها، ده انا بعور عليها ثلاثة ودافع يجي 30 جنيه رشاوي. ها عيدك على 70 جنيه. 70 جنيه ايه يا حرام يا نصاب انت؟ صلحت يا ياسين؟ تمام كده، المذر بورد اهي بتتقفل زي الفل. هات بقى كده البطاريه نجرب نشوف المقاومه قامت ولا لا. ايه ده؟ ايه ده؟ يخرب بيوتكم، خدوا بيتي، عم بتعملوا ايه في التلفزيون؟ يخرب بيوتكم. تخسر ايه بس يا معلم؟ جعوره. بيتكم جعوره. الكونكشن سيركت حصل اوفر هيت. الكونكشن ايه وهيت ايه؟ يخرب بيت ابوكم. يا عم سد الجعوره دي. يا جعوره. هو قال لك تصلح التليفون. ده انا بجوز عندي جوز غلبان، جوز فجر، جوز يا بوس، يا معلم جوز حلاليه. يا معلم بنصلح لك التليفون يا معلم. جعوره يا خرب بيتي. يا خرب بيتي. انا سعيد. طب والله ما حد هيمشي من هنا. يمين كبير، ما حد هيمشي غير لما تجيبوا لي تلفزيون. ايه يا جعور؟ فاتح جعورتك ايه يا الصبح؟ ايه يا معلم زيزو؟ تعالى بص كده عم يخسرين في التلفزيون. ايه يا شباب؟ يا استاذ عبد العزيز، والله العظيم احنا بنصلح التلفزيون. الكوميونيكيشن سيركت بتاعه حصل له اوفر هيت، فانا صلحته له، ده المفروض يشكرني. يا خرب. احنا اصلا يا استاذ عبد العزيز بنفهم في الحاجات دي، ياما صلحناها على ايدينا. طب الراجل قال لك الكوميونيكيشن سيركت كان فيها مشكله. وفرج ايه؟ يا رب بس ايه؟ انا عايز تلفزيون غير اللي كسروه. عموما هو اشتغل اهو خلاص يا استاذ عبد العزيز. يا ابني ما شغال اهو. شغال ايه؟ شغال ده ولا مش شغال؟ ايه ده؟ شغال ده ولا مش شغال؟ طب لما انتوا كده عم تعرفوا تصلحوا في تلفزيونات، قافلين علينا باب رزق تاني ليه؟ بالراحه شويه يا شباب يا جعور، دول زي الفل. يعني هعمل فيكم باترينه او اجيب نجار واعمل لي باترينه يكتب لي عليها المعلم جعور ابو نبره. كل يوم معانا على كده. انت طالع نازل زي المنشار. والنبي يا معلم سيسو، سيبنا نستارتك وتكل على الله. شاكرين ليك يا معلم سيسو. طب يا اخويا بالراحه شويه على الشباب. شاكرين ليكم. لا احتاجش حاجه تاخدوها مننا. انا شاكرين ليك يا معلم سيسو. والله هيك كتير يا اختي. كل يا فراس، بعدين صار لك شهرين ما اكلت من ايدي، ليك شلون ضعفان؟ ضعفان اكليه اكليه، زغطيه زغطيه، يعني فلوس بتترمي على الارض.
لا تشغل بالك عم بيمزح معك. ايه بعرف اختي بعرف. كل فلان يزعل من صهري مع ان احنا لحم كتافنا من خيره. الله يخليك. ايه يا باشا الله يخليك فراس. كل كل لحمه. خد خد حته لحمه من كتف عمه. كل حبيبي. ايوه اذنكو رد على التليفون بس. براحتك صهري براحتك. ها شفي. هي ايه سناء؟ طب وايه اللي جابها دلوقتي؟ يا اخي ما تكلمش في الكلام ده في البيت يا اخي. انت كل ما كلمني تقول نسوان نسوان. ما تكلمش هنا تاني. يلا اتكل على الله. كله 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 كلمني كل وقت؟ يا ستي لا مش عايزه حنين معلش انا بس بقى انت اللي جابك هنا بالصبح تبعت البلطجي بتاعك واخر النهار تيجي بنفسك انت عايز ايه بلطجي مين يا بنتي انا ما بعتش حد استعبط استعبط اوعى تفتكر انا هاكل من الحبتين بتوعك دول الله يسامحك يا بنتي انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه ولا عارف انت بتعمليني كده ليه صدقيني يا بنتي والله العظيم انا راجل غلبان واغلب من الغلب غلبان عايز ايه يعني يا غلبان اه بسيطه فهمت خد دول يمكن نخلص وكل اول شهر تعالى هديك زيهم لوجه الله الله يسامحك انا ما جيتلكش عايز فلوس ولا عايز صدقه حنين انا ابوكي ابوكي يا حنين سيب ايدي بدل ما اصرخ ولم عليك الناس وقول ان انت عايز تسرقني انت مش ابويا انت قتل قتل انت سفاح اللي يقتل امي ما يبقاش ابويا يبقى عدوي انا مش فاهمه ازاي راضي ما ادالكش يا ادم وسايبك عايش كده وسطينا انت ايه يا اخي انت مش بني ادم احمد ربنا اني عرفت اطلعك منها ده تزوير في اوراق رسميه انا مستغرب من تصرفك ده قوي يا باشا عيبته بقى امن دوله سابق وتعمل كده انت عايز تبهدل نفسك على كبر ولا ايه هو مين اللي عملك الجوازات دي؟ عبد العزيز وده مقابل ايه؟ اوعى تكون اديته اي معلومات احنا مش ناقصين دربك يا باشا انت شايف البلد عاملة ازاي؟ يعني هو طلب معلومات عشان يسند نفسه في السوق واديتها له يا باشا؟ شوف بقى يا باشا الواد ده داخل في حيطة داخل في حيطة مش عايزين بقى تتلط منه هتلط في ايه يعني؟ هو كان هيعمل ايه؟ مش هو اللي هيعمل بص يا باشا عبد العزيز ده تحتيه خط كبير قوي لو عايز يعمل بطل قومي يشيلها هو لوحده مساء الفل يا اندل يا مساء الياسمين والحبهان والمستكه والريحان ايه يا راجل قاعده في معرض اجهزه كهربائيه ولا في محل عطاره لا انا بعطر الهوا بالمحبه بس عطرك انتي غطى على الهوا يا عيني يا عيني